نروح شوية لموضوع المساحات لأنه الحقيقة إحنا بنحب نهرج بنحب نهزر يعني آه نهزر آه والله يعني الكاف عامل مسحة وجايب الناس وعلى عينك يا تاجر يوم واحد يقول لك إيه ده محمود على إيجابي وخبه وهيعمل مسحة تانية يا عم ما تهزرش بقى يا عم بلاش تهريج عيب يعني الكلام ده عيب ان انت تقول الكلام ده ليه طب هو يعني اوباما كان ايه ولا عبد الله جمعه كان ايه وقبله الونش كان ايه يعني؟ ولا ديانج كان ايه؟ ولا وليد سليمان كان ايه؟ فليه الكلام التهريج ده والهزار ده يعني؟ بلاش هزار حضرتك عايز تهزر روح هزر بره. واحد تاني يقول لك ايه؟ صدق او لا تصدق إيه اصدق ايه؟ يقول لك ده جابوا دبلير لمحمد الشناوي يا راجل لا لا بتهزر انت دمك دمك عسل يا ولا عسل شربات لا والله انا ما بحبك قوي بحبك قوي انت بتهزر وانت حاسس ان دمك خفيف دوبلير لمحمد الشناوي يعني هم اللي قاعدين دول كلهم اللي بيعملوا المساحات دول كلهم يعني مش عارفين محمد الشناوي ولا لما شافوا مسحه محمود علاء راحوا مخبينه قال له طلع يد المسحه التانية ايه جو التشكيك اللي احنا حابين نعيش فيه ده المساحات اجريت الف سلامه على قالو ديانج الف سلامه على وليد سليمان الف سلامه على صالح جمعه حمد لله على سلامه محمود كهربا في النادي الاهلي المساحات اجريت الف سلامه على الونش الف سلامه على اوباما الف سلامه على عبد الله جمعه وحمد لله على سلامه الكابتن مدحت عبد الهادي خلاص بس خلاص خلصت المساحات ايه الخناقات اللي انتوا عاملينها دي ليه كده ليه بنعمل كده في نفسنا يعني قدر الله ما شاء فعل ده الراجل اللي اسمه عبد الله جمعه لا قل لن يصيبنا الا ما كتب الله لنا كلام محترم والراجل وليد سليمان قال لك الاهلي بمن حضر وانتوا عودتونا وانتوا كل واحد متقبل وبيقول الحمد لله والشكر لله هل انت شايف انه في مدير فني او مدير كوره او اداره نادي عايزه تضحي بلعبتها او عايزه اذا كان عشان واحد يلعب تضحي ب 10 او 15 او 20 يا جماعه مين اللي بيقول الهزار ده حتى لو ما عندوش اعراض محمد صلاح ما كانش عنده اعراض والحمد لله النهارده بيلعب اهو في ماتش اوروبا امام اتلانتا وربنا يوفقه يا رب ان شاء الله في ايه يا جماعة يا جماعة عيب حملات التشكيك اللي انتوا عايشين فيها دي وعيب الجو السيء ده خلينا نروح لفاصل بعد الفاصل هتكلم معاكم شوية فنيا من سيعوض غياب المصابين بالكورونا